بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة انا جايبه لكم كذا شكل شعر. احنا ماشوا على التعليمات اللي احنا كنا بنديها لهم. طبعا عندكم دلوقتي الشعر قبل وبعد، قبل ما يستخدموا الحاجات اللي احنا بنقول عليها والطريقة الصح لعلاج الشعر، وبعد بقى ما مشهم بعد 3 شهور على الاقل عشان تقدري تشوفي نتيجة لشعرك، لان احنا بنستخدم منتجات طبيعية. فانت عشان انت كمان هتستخدمي منتجات طبيعية، انت اللي هتعمليها بنفسك. فعشان تستخدمي منتجات طبيعية وتجيب لك نتيجة، بقى على الاقل 3 شهور او 4 شهور عشان تاخدي النتيجة اللي انت عايزاها. اول حاجه، في برضو شويه تعليمات لازم بتعرفيها علشان تهتمي بشعرك ويكون شعرك هيلسي وحلو كده، انك ما تربطيش شعرك وانت نايمه، انك ما تغسليش شعرك وتنامي، ما تغسليش شعرك بشامبوهات فيها كيميكال، تستخدمي شامبوهات اللي انا قلت عليها في فيديوهات قبل كده، بدون سلفيت، بدون برام، بدون سيليكون. حتى الكريمات اللي تستخدميها تكون طبيعيه. وانا عملت حلقه مخصوص، لو نرجع للحلقه بتاعه حمام الكريم اللي انا بقول لكم عليه حاليا اللي حسن الشعر ده، وقلت لكم ازاي تعملوه من زبده الشيا والفيتامينات عشان يوصل بشعركم للنتيجه اللي انتم شايفينها دي. دي كلها حالات اتعالجت بحاجات طبيعيه، هم نفسهم عالجوا نفسهم بنفسهم. ما نحطش زيت على شعرنا ونسيبه اكتر من ساعه، لان الزيت بيقفل المسام وبيتقل الشعريه وبياخدها بيقع. حاجات كتيره لو انت تابعتي نفسك وشفتي هتعرفي ان انت اللي بتاذي شعرك بشعرك بنفسك. فلازم قبل ما نحط اي حاجه على شعرنا لازم نبقى عارفين ايه اللي احنا بنحطه على شعرنا ده، ولازم يبقى يكون افضل شيء المنتجات الطبيعيه. وكل الدراسات وكل الابحاث رجعت للمنتجات الطبيعيه، وقالوا كلهم ان افضل شيء للشعر هي المنتجات الطبيعيه. فيا ريت نرجع للمنتجات الطبيعيه لان هي افضل حاجه للشعر، ونبدا نعالج شعرنا بيها. والشامبوهات تكون برضو طبيعيه، خاليه من كل الحاجات اللي انا قلتها دي، علشان تفيد شعرك وتضيع لك الهيشان والتقصير. هتحسي بعدها ان انت لما بتستخدمي شامبو طبيعي ان شعرك الهيشان راح، النشفان راح، التقصيفه راحت، انت بتحسي ان صحه شعرك بقت مختلفه تماما لما لجأتي للحاجات الطبيعيه. كل ما انت طول ما انت بتعملي بايدك حاجتك اللي تحطيها على شعرك والحاجتك اللي بتستعمليها على شعرك، بيفضل شعرك جميل جدا وبيتحسن ونتيجته بتبقى حلوه جدا. نروح للفيديو اللي فيه الحمام الكريم ونشوف اتعمل ازاي ونعمل زيه ونبدا نستخدمه ونغير الشامبو بتاعنا وناخد فيتامين ونعمل شويه التعليمات. ما نشدش شعرنا واحنا نايمين، ما ننامش وشعرنا مبلول، ما نسرحش بمشط بلاستيك، حاجات كتير، ما نستخدمش السشوار كتير، حاجات كتيره لو انت تابعتيها شعرك هيتحسن تماما. وفي النهاية بقول لكم